ستحتفل الأرامية من يوم الاثنين 22 مارس أذار إلى يوم الجمعة 26 مارس أذار من الساعة 5 إلى الساعة 9 مساء بتوقيت أمريكا الشرقي لمناسبتين: المناسبة الأولى وهي انطلاق قناة أخرى إلى الشرق الأدنى بلغة الأردو. هذه اللغة تشمل دول متعددة مثل باكستان، أفغانستان والهند وأقليات أخرى في أنحاء العالم. نعم، بصلواتكم وتعضيدكم أعاننا الرب أن نأخذ هذه الخطوة لنمد يد العون إلى هذه الشعوب التي تنادي وتقول بالرؤية التي ظهرت إلى بولس الرسول وتقول: أعبر إلى مكدونية وأعنا، أعبر إلى باكستان وأعنا، أعبر إلى أفغانستان وأعنا، أعبر إلى الهند وأعنا. والمناسبة الثانية هي أسبوع التسبيح والعبادة والتمجيد لإلهنا الذي يستحق كل الإكرام والسجود. سيكون معنا في هذه الاحتفالات المباركة باقة من المرنمين وخدام الرب الأفاضل للمشاركة في هذه المناسبة. نصلي أن يشمل الرب جميعكم ببركاته وسلامه ومحبته. Thank you.